الكسور المتكافئة. لاحظ الفكرة التالية، أي الكسور الآتية في أبسط صورة؟ عندي مجموعة من الكسور، بدي أميز أيها بأبسط صورة. وضحنا ما المقصود بأبسط صورة، أي لا يوجد بين البسط والمقام عدد مشترك بقبل قسم عليها كل من البسط والمقام إلا الواحد. إذا كل من البسط والمقام لا يقبل قسم إلا على واحد. أي الكسور الآتية في أبسط صورة؟ يعني أضع لها دائرة اللي الكسر الموجود في أبسط صورة. شوف الكسر الأول، 6 على 4. بدي أشوف هلا 6 وال4، بدي أشوف هل يقبل قسمي على عدد غير الواحد؟ 6 وال4 الاثنين هم أعداد زوجية، إذا كل منهم بقبل القسمة على 2. تقسيم 2 تقسيم 2، فرح يكون عندي الجواب هو 3 على 2. إذا هذا ليس بأبسط صورة، بما إنه في عندي عدد يقبل القسمة على كل من البسط والمقام، إذا هذا ليس في أبسط صورة. نشوف الثلاث على ثمانية، الثلاث يقبل قسمة على ثلاث والثمانية يقبل قسمة على اثنين. هل في عدد مشترك نفسه يقبل قسمة على كل من البسط والمقام؟ لا، لا يوجد. اثنين ما يقبل قسمة إلا على الواحد، إذا الثلاث على ثمانية هو في أبسط صورة. شوف الكسر اللي بعده، خمسة على خمسة عشر. بدي هلا الخمسة يقبل القسمة على خمسة، والخمسة عشر من قواعد القسمة بما انه احاده خمسة فهو يقبل قسمة على خمسة، اذا البسط يقبل قسمة على خمسة والمقام يقبل قسمة على خمسة، اذا هو ليس في ابسط صورة. أربعة على سبعة، الأربعة يقبل قسمة على اثنان، والسبعة أيضا يقبل قسمة على أربعة، بما الأربعة تقسم أربعة يساوي واحد، السبعة هو عدد أولي لا يقبل قسمة إلا على الواحد وعلى نفسه. إذا ما في عندي عدد مشترك بين البسط والمقام بقبل قسمة عليه سوى الواحد، إذا الأربعة على سبعة هو بسط، هو كسر في أبسط صورة. إذا أي كسور الآتي في أبسط صورة؟ عندي كسرين، الثلاث على ثمانية والأربعة على سبعة. لاحظ المثال التالي، اكتب كسرا مكافئا لكل كسر من الكسور الآتية. لاحظ السؤال التالي، بدي اكتب كسر مكافئ لكسر انا معطيتك اياه. هلا احنا اتفقنا في عندي طريقتين حتى اوجد الكسور المتكافئ، اما باستخدام الضرب او باستخدام القسمة. بالاكثر السابق كنت احدد لك الطريقة اللي بدي اياها سواء كان الضرب او القسمة، ولكن بهذا السؤال لاحظ ان انا مو محددت لك، فلك الخيار انك تستخدم الضرب او القسمة. هلا المثال الاول، واحد على ستة. لو اشوف هذا المثال هلا واحد على ستة بدي استخدم الضرب. هلا ما بقدر استخدم القسمة لانه واحد لا يقبل القسمة الا على واحد، فما بقدر استخدم القسمة. بدي استخدم الضرب، واحنا حكينا الي الخيار اضرب باي عدد ما عدا الواحد. رح اضرب ضرب اثنين، ضرب اثنين، ودائما العدد بضرب فيه بالبسط نفسه بضربه في المقام او بالقسمه نفس الشيء. واحد ضرب اثنين ويساوي اثنين، على ستة ضرب اثنين ويساوي اثنا عشر. اذا الواحد على ستة ومساوي او مكافئ الاثنين على اثنا عشر، وانا طالب الكسر واحد، لو بدي اكثر من كسر بكمل. نشوف المثال التالي، اثنان على اربعة. هلا عندي طريقتين لحل هذا السؤال، ايجاد كسر مكافئ، اما باستخدام الضرب، ممكن اضرب ضرب ثلاث او اثنين او اربعة، اي عدد انت لك الخيار ما عدا الواحد. اثنين ضرب ثلاث يساوي ستة، اربعة ضرب ثلاث يساوي اثنا عشر. هلا وحدة حكى لي بدي اضرب ضرب اثنين صحيح، ضرب خمسة صحيح، ضرب عشرة صحيح. هلا في عندي كمان طريقة للاثنين على اربعة حتى اوجد لها كسر مكافئ، ممكن واحد يحكي لي بالقسمة، فهذا صحيح حتى لو بدي استخدم القسمة ما في مشكلة. هلا اثنين والاربعة، اثنين هم اعداد زوجية، اذا كل منهم يقبل قسمة على اثنان. اثنين تقسيم اثنين ويساوي واحد، اربعة تقسيم اثنين ويساوي اثنان، اذا اثنان على اربعة هو مساوي او مكافئ الكسر واحد على اثنان، ايضا اثنان على اربعة هو مساوي او مكافئ الكسر ستة على اثنان عشر. اذا بعض الكسور بدي الاحظ انه ممكن اجد لها كسر مكافئ باستخدام الضرب وباستخدام القسمة بنفس الوقت. هلا عشرة على ثلاثون، عندي خيار اني انا ما حددت لك بالسؤال يا مس انه استخدام الضرب او القسمه، حكينا لك الخيار انك تستخدم
إذا 1 على 3 على 3، إذا 10 على 30 هو مساوي أو يكافئ الكسر 1 على 3. ممكن واحد يحل لي بطريقة ثانية، 10 على 30 يجيك أنا تقسمها على 5، تقسيم 5 تقسيم 5، 10 تقسيم 5 ويساوي 2 على 30 تقسيم 5 ويساوي 6، إذا 10 على 30 هو مساوي أو يكافئ الكسر 2 على 6. أيضا لو حلينا الضرب صحيح. نشوف الفكرة التالية، يدرس عمر 5 ساعات في اليوم الواحد. اكتب الكسر الذي يمثل عدد ساعات دراسة عمر في اليوم الواحد، إذا هو عم يدرس عمر في اليوم 5 ساعات. في اليوم الواحد بدرس 5 ساعات في اليوم الواحد، إذا من 24 ساعة اليوم هو يساوي 24 ساعة، إذا اليوم يساوي 24 ساعة. إذا هو عم بدرس من 24 5 ساعات، ما هو الكسر الذي يمثل عدد ساعات دراسة عمر في اليوم الواحد؟ هو 5 على 24، إذا هذا الكسر بيمثل عدد الساعات اللي بدرس فيها عمر في اليوم الواحد. إذا يدرس عمر الكسر اللي بدل على عدد ساعات دراسة عمر في اليوم الواحد هو 5 على 24. طب نوضح النقطة الآتية، ليش حكينا اليوم هو يساوي 24 ساعة؟ ليش حولناها ل 24 ساعة؟ ليش ما خلينا اليوم واستخدمنا الواحد 5 على 1؟ ما بصير، لأن أنا مستخدم عندي حكى لي يدرس عمر 5 ساعات، إذا الوحدة المستخدمة هون ساعة، إذا لازم أيضا ما تكون عندي بالأيام، لازم تكون أيضا بالساعات، فخمس ساعات على 24 ساعة، ما بصير خمس ساعات على يوم واحد، ما بصير يكون واحد مختلف، لازم يكون نفس الوحدة المستخدمة، إذا أنا مستخدم ساعات لازم عندي أيضا هون يكون عندي ساعة. طيب لو أجي أضاف لي فعل باء وحكى لي اكتب كسر مكافئ، اكتب كسر مكافئ الذي يمثل عدد ساعات دراسة، للكسر الذي يمثل عدد ساعات دراسة عمر. شو رح نحكي؟ هذا الكسر 5 على 24 هو الكسر الذي يمثل عدد ساعات دراسة عمر، إذا بدي كسر مكافئ له شو رح أعمل؟ بنفس الطريقة اللي أنا متعلمها، إما باستخدام الضرب أو القسمة، رح أستخدم باستخدام الضرب، ضرب 2 ضرب 2 ويساوي 5 ضرب 2 ويساوي 10 و24 ضرب 2 ويساوي 48، إذا الكسر المكافئ له هو 10 على 48، وبهيك يا مس نكون كملنا درسنا الكسور المتكافئة.